أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: شخص اشترى أرض بمليون ريال تقسيطاً على أن يدفع 5,000 ريال شهرياً، وذلك بقصد المتاجرة بها. السؤال: كيف يؤدي زكاتها؟ أرجو توضيح ذلك. إذا كان ناويها للبيع، إذا كان هذه الأرض التي اشتراها نواها للبيع وعرضها للبيع، فهي تجارية، سلعة من السلع. إذا تم سنة على العقد، على عقد البيع، وهي لا تزال معروضة للبيع، فإنه يثمنها بما تساوي ويزكي قيمتها التي يقدرها، لا قيمة التي اشتراها به، وإنما بالقيمة التي تساويها عند تمام الحولي، يخرج ربع العشر. وهكذا كل ما مر عليها سنة وهو عارضها للبيع وناوي بيعها، فيزكيها عن كل سنة تمر عليها، يقومها عند كل سنة بما تساوي ويزكيها، زادت قيمتها أو نقصت أو ساوت القيمة التي اشتراها به. هذا هو طريق إخراج الزكاة، وسواء كان اشتراها بثمن حال وسلمه أو بثمن مؤجل ولم يسلمه، المسألة كلها سواء، هذه تجارية، هذه سلعة مثل السلع. نعم. أحسن الله إليكم. في الحديث: أخرجوا الزكاة، أخرجوا الزكاة عما تعدونه للبيع. نعم.